طيب هندخل مع بعض تاني. انا عايز ابتدي اعمل اللي هي ايه الاوردرد ليست، يعني هبتدي اعمل قائمه بمرتبه بمجموعه الايه الارقام. في حاله زي كده انا باجي من البروبرتيز وبختار HTML، يبقى هاجي من بروبرتيز ومن بروبرتيز هاجي اختار HTML، وبعد كده هروح جاي هنا هوت عند اللي هي في هنا 1 و2. لو جينا بصينا هنا في ايه زي علامة صغيرة كده وفي 3 اسطر تحت بعض وفي 1 و2 او 1 و3. هنا مكتوب ايه ordered list، لما اجي ادوس عليها هيبتدي على طول يحط لي ايه رقم 1 في الايه في الصفحة بتاعتي، وحاجة اكتب مثلا احمد، وبعدين عايز اعمل رقم 2 ادوس انتر على طول هروح كاتب مثلا ابراهيم، عايز انزل سطر كمان انتر، وبعدين مثلا اسماعيل، وبعدين هنزل سطر تاني واقول محمد، وهكذا. يبقى انا كده ببتدي اعمل اللي هي الاوردرد ليست بالطريقه ديت. لو انا عايز الاوردرد ليست دي هبتدي اغير شكل الارقام بتاعتها واخليها A او B او C او D، في الحاله ديت هروح جاي ومختار الايه اللي هي ليست ايتم، ليست ايتم هروح جاي ادوس على ليست ايتم، وعندي هنا اللي هي نمبرد ليست، بدل نمبرد ليست حاجه اختار ايه من ستايل الايه بدل النمبر هختار مثلا اللي هي السمول الفابيتيكال، او لو انا عايز اعمل ايه وبي وسي بالحروف الكبيره هختار اللارج الفابيتيك، او لو عايز اختار الحروف الروماني يبقى هختار رومان سمول، او لو عايز اعمل حروف الروماني الكبيره هختار رومان لارج. ده لو انا عايز ابتدي اغير شكل الايه الاوردر ليست بتاعتي. لو انا عايز اعملها A و B و C هختار الفابت سمول وهقول له اوكي. اول ما هقول له الفابت سمول وهختار اوكي على طول غيرها لي للايه للالفابت سمول. مش بس كده، ده انا كمان ممكن لو عايز ابتدي اعد من ارقام معينه يبقى انا بالتالي يعني مثلا عايز ابتدي مثلا في الحاله بتاعتي بتاعت الايه الاوردر ليست دي ابتدي مثلا من دي، مش لازم ابتدي من الايه، او عايز ابتدي من الاي، يبقى في الحاله ديت هاجي من ليست ايتم تمام، وهاجي من الليست ايتم لما ادوس عليه هنا اهوت في عندي حاجه اسمها ستارت كاونت، في حاجه عندي اسمها ستارت كاونت. في الحاله دي هقول مثلا انا عايز ابتدي من الاي، يبقى الاي هنا هتبقى الرقم بتاعها ايه 5، وهاجي واقول له اوكي، هيروح جاي على طول عامل معايا الكاونت بتاعي من بدايه الايه الخمسه تمام. ده بالنسبه ليه اللي هي الاوردرد ليست، ده بالنسبه لمين للايه للاوردر ليست. طبعا لو انا كنت عاوز اخلي اعمل بقى بدلها الان اوردر ليست، طبعا لو انا عايز ابتدي الاول اطلع من الليست بتاعتي هدوس انتر مرتين، هدوس انتر مرتين 1 2 فتطلعني بره الليست دي. عايز اعمل ان اوردر ليست هروح جاي ببساطه شديده هدوس على اللي جنبها اللي هي بدل اوردر ليست هختار ان اوردر ليست اللي فيها ايه زي 3 مربعات صغيرين تحت بعض، يبقى في الحاله دي هيبتدي على طول يحط لي المربع ده، هي بتبقى طالعه على شكل بقى الديسك سوري اللي هو الدايره المقفوله مثلا HTML فوتوشوب دريم ويفر فلاش تمام. يبقى في الحاله ديت عملت معايا الايه الشكل بتاع اللي هو الايه الان اوردر ليست. طب افرض ان انا عايز اغيرها تبقى البدل على شكل دايره تبقى على شكل مربع، يبقى في الحاله دي هاجي من ليست ايتم ومن ليست ايتم من بوليتد ليست هاجي اختار انها تبقى على شكل سكوير وهاجي واقول له اوكي، يبقى في الحاله دي هتتغير تبقى على شكل سكوير تمام. يبقى ده لو انا عايز اعملها على شكل سكوير، عايز ارجعها تاني على شكل دايره هاجي من ليست ايتم ومن ستايل هاجي اختار بوليت. يبقى انا عندي دلوقتي بالنسبه لي في الاوردر ليست او الان اوردر ليست، لو انا عايز ابتدي اعمل اوردر ليست هقف على الكلام اللي انا كونته وباجي اختار اللي هي اوردر ليست. عايز ابتدي اغير من الاوردر بتاعتي بدل ما تبقى 1 2 3 4 عايز اخليها بالحروف او بالحروف الروماني، يبقى هاجي من هنا او بالارقام الروماني، يبقى هاجي من ليست ايتم وبدل ما اجي اختار الفابت هاجي اختار رومان سمول واقول له اوكي.
ده بالنسبة للاوردر ليست. الان اوردر ليست باجي اختارها، وعندي بختار على الزرار بتاع ان اوردر ليست من بروبرتي انسبكتور، وباجي بعد كده بيظهر لي طبعا الديفولت بتاعي مجموعة دوائر اللي هي الدوائر المقفولة او اللي احنا بنسميها الديسك، او لو انا عايز اغيرها اخليها سكوير يبقى هقول له ايه ليست ايتم، وبدل ايه بولت هاجي اختار سكوير واقول له اوكي. طبعا بعد كده سيش باجي من فايل واقول له سيف لو انا عايز احتفظ بالصفحة بتاعتي ال HTML. اوكي النقطة دي يا جماعة، ده بالنسبة للي هي ال ordered list وال unordered list. ده ordered list وال unordered list. طيب هنا هيفضل لنا حاجة تالتة اللي هي ال definition list. تمام، اللي عايز الترقيم ألف ب ج أميرة، دي أساسا بقى بنبتدي احنا نعدل حاجة في البادي اسمها الدايركشن، والدايركشن دوت بنخليه بدل LTR RTL. تمام، يعني خلينا النقطة دي شوية، يعني ممكن نبقى ايه ممكن انا اتعرض لكم فيها في ممكن في اخر الدريم ويفر لو عايزين نبتدي نشتغل على العربي ازاي نبتدي نشتغل على ان احنا بنعمل سايت بالعربي. اوكي طيب، بس برضو يعني ريت تبقى برضو يبقى في التذكير بالموضوع ده، لان دي هتبقى يمكن لاول مره ان انا بشرح النقطه ديت في الدريم ويفر، فيعني دي تبقى انفراد ليكم ان شاء الله باذن الله. فيبقى اميره دايما بس بتذكرني بس بالموضوع ده كل فتره كده، عشان ايه انا هحط ده في اخر الدريم ويفر ان شاء الله. اوكي طبعا بالنسبه للموضوع بتاع الشير يا جماعه، احنا متفقين ان في ممكن يكون بس يا اما مشكله في الكونكشن عندك، يا اما بيكون انت فاتح اكتر من سيشن، فاتاكد من النقطه ديت. تمام طيب نكمل تاني، احنا فاضل لنا بقى النوع الاخير اللي هو الديفينيشن ليست. طيب الديفينيشن ليست ده انا هبتدي اطبقه ازاي في الشغل بتاعي، هنبتدي نشوف مع بعض النقطة ديت. طبعا احنا قلنا عشان نبتدي نطلع من اي ليست مجرد ان انا بدوس انتر اولانية انتر تانية، يعني بدوس انتر مرتين عشان اطلع برا الايه الليست بتاعتي. بعد كده هاجي هنا هوت علشان خاطر ابتدي هعمل الديفينيشن ليست بتاعتي، هاجي من القايمة انسرت، ومن انسرت هاجي اختار HTML، ومن HTML هختار text object، ومنها هختار definition list. يبقى انا دلوقتي هاجي من القايمة insert، ومن insert هختار HTML، ومن HTML هاجي اختار text object، ومن text object هاجي اختار definition list. definition list دي بتعمل ليه؟ علشان خاطر لو انا عايز ابتدي اعمل قايمة بتعريفات لأي حاجة أنا عايز أعملها، والله التعريفات دي بقى تعريفات علمية، مصطلحات، اختصارات، حاجات زي كده أنا ممكن أقدر أعملها باستخدام الـ definition list. يبقى أنا باجي من القايمة insert، ومن insert بختار HTML، ومن HTML بختار text object، ومنها بختار definition list، وأبتدي أكتب اللي أنا عايزه. مثلا أنا عايز أبتدي أحط اختصار مثلا لإيه R E، واروح جاي نازل كده انتر هقول له Arab Republic of Egypt، او هنزل مثلا تاني انتر UAE واقول له انتر اكتب United Arab Emirates، او لو انا عايز انزل باي تعريف تاني مثلا CSS هقول له cascading style sheet، او انتر تاني عايز اكتب مثلا HTML يبقى hyper text markup language. ده هو عبارة عن ايه ال definition list، ده هو عبارة عن ال definition list، او اللي هي قائمة التعريفات، قائمة التعريفات. واجي بعد كده وهقول له من file save. يبقى انا لما جيت اعمل الديفينيشن ليست
ببساطة شديدة كنت أنا واقف على سطر، أي سطر إن كان، وبعد كده باجي من القايمة insert، ومن القايمة insert بختار HTML، ومن HTML بختار text objects، ومن text objects باجي أختار definition list. تمام، يبقى أنا جيت من insert HTML text objects و definition list. ده علشان خاطر أنا عايز أبتدي أعمل قايمة بالتعريفات بتاعتي، وده هو النوع الثالث من أنواع الليستس بتاعتنا. أوكي، النقطة دي يا جماعة، ده بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الـ Definition List. يبقى احنا كده قدرنا نغطي كل أنواع الليستس بتاعتنا. طيب لو أنا دلوقتي كنا احنا في الـ HTML، كنا مثلا ممكن نيجي بعد الهيدنج او بعد التايتل بتاعي، يعني الصفحة اللي انا عملتها، باجي عايز احط زي خط او هوريزونتال رول. فاكرين الهوريزونتال رول؟ طيب الهوريزونتال رول طبعا كان الاتش ار، احنا بس ايه، مش عايزين نتكلم في التاجز، لان احنا زي ما اتفقنا احنا عايزين نقطع علاقتنا بالتاجز واحنا شغالين مع دريم ويفر، علشان خاطر احنا كل فكرتنا بس كان واحنا بناخد ال HTML ان لو كان عندي مشكله بالنسبه ل وانا بشتغل على دريم ويفر والحاجه ما بتظهرليش زي ما انا عايز، يبقى ساعتها هلجأ للايه، لل HTML. يعني ال HTML هو استخدامه للطوارئ فقط. تمام، استخدام ال HTML هو للطوارئ فقط. اوكي، طيب لو احنا عايزين نبتدي نعمل الهوريزونتال رول، هنشوف مع بعض ازاي هنبتدي نطبق النقطه ديت. لو انا عايز ابتدي احط خط تحت اللي هو التايتل بتاعي ده او اللي هو الهيدنج، هاجي هروح جاي اقول له insert، ومن insert هقول له HTML، ومن HTML هقول له horizontal rule. يبقى هنا حاجة اقول له من insert HTML، ومن HTML هقول له horizontal rule. تمام، يبقى insert HTML horizontal rule، مجرد ان انا هعمله كده على طول هيبتدي يحط لي ايه اللي هو الهوريزونتال رول دوت. طبعا هنا لو انا عايز ابتدي اتحكم في الويت بتاعه او الهايت بتاعه او السايز بتاعه، يبقى انا لازم هبتدي اعمل سيلكت على الايه الهوريزونتال رول. يبقى هقف عليه وهعمل سيلكت عليه، ونلاحظ ان انا اول ما باجي اختاره هيبتدي يبان لي تحت في البروبرتيز هي اللي هو horizontal rule، وحطيت لي هنا ال width، وحطيت لي هنا الايه ال h او ال height او اللي هو الايه ال size لما كنا احنا بنسميه. في الحاله ديت انا ممكن ابتدي عايز احط بقى ايه ال width ده بالبيكسلز ولا بالبرسنتج، على حسب. هو باي ديفولت بيحط لنا 100%، احنا لو عايزين نحطه بقيمه معينه حاجه اختار ايه بيكسلز، والمثلا عايز اخليه 500، يبقى هيعملها لي ايه 500 بيكسلز، بس هيحط لي الالاين بتاعها في النص. لو عايز احطه شمال هقول له الالاين بتاعي يكون ايه ليفت. تمام، والهايت هنا ممكن ابتدي اتحكم في التخانه بتاعه الايه الهوريزونتال رول، اخليها 1، اخليها 10، اخليها 20، زي ما انا عايز. طيب افرض ان انا عايز اغير في اللون، هنا بقى هو ما قدرش ان هو يديني الخيار ان انا اقدر اغير في اللون دوت الا يا اما من خلال السي اس اس، ودي هنتعرض لها بعد كده نتكلم في السي اس اس، او ممكن من خلال ان انا ببتدي اكتب تاج بس في الحته بتاعت الاتش ار. طب ازاي انا هقدر اكتب تاج في الحته بتاعت الاتش ار؟ هنلاحظ في عندي ان هوت في البروبرتي انسبكتور في الاخر جزء ان هوت اسمه كويك تاج اديتور. كويك تاج اديتور هنا من كويك تاج اديتور هقف عليه واروح جاي ضاغط ضغطه واحده بس، هاجي اقف عليه واضغط ضغطة واحدة بس. تمام، وهاجي اخش جواه وهكتب بعد align هكتب color. تمام، وعند color هقول له يساوي، هقول له مثلا انا عايز اخليه اللي هو اللون الاحمر بس، مجرد ان انا هعمل كده طبعا